السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم يوم الأحد 22 من شهر مارس 2020. في البداية سوف نتكلم في هذا الفيديو عن الحالات، بعد ذلك سوف نتكلم عن الاجتماع المهم الذي سوف تقوم به السيدة ميركل مع رؤساء حكومة المقاطعات حول موضوع حظر التجول في ألمانيا، والخبر الثالث جد مهم للأصدقاء والأحبة الذين يبحثون عن عمل وبسبب هذه الأزمة فقدوا عملهم، وأيضا إلى الإخوة الكرام من الطلبة الأجانب، لأن الطلبة الأجانب ممنوع عليهم أن يحصلوا على مساعدة من عند الجوب سنتر ومضطرين على العمل. أصدقائي، بحثت لكم وأحضرت لكم مهن جد مطلوبة فيها فرصة كبيرة كي تعملوا أصدقائي، فلنبدأ على بركة الله. في البداية سوف نبدأ بالحالات. وصلت الحالات في ألمانيا إلى 23129 حالة، شفي 239، توفي 93. اليوم الساعة الثانية ظهرا يبدأ اجتماع السيدة ميركل مع رؤساء حكومة المقاطعات، عندما تظهر النتائج سوف أخبركم بها أولا بأول. يمكن أصدقائي أن يفرض حظر أو منع التجول دون سبب، يعني منع مغادرة البيت والسماح به فقط للعمل أو الذهاب إلى السوبر ماركت أو الذهاب إلى الصيدلية أو إلى الطبيب. من خرج دون سبب سوف تطلب منه الشرطة الرجوع إلى البيت، يمكن في بعض الحالات تسجيل خروج الشخص من البيت كجريمة، ويمكن أن تتم معاقبة الشخص بغرامة مالية أو السجن في بعض الحالات. سوف عندما تظهر النتائج الكاملة سوف أخبركم بها بالتفصيل أصدقائي هذا اليوم إن شاء الله. منظمة الصحة العالمية تحذر الدول من فرض حظر التجول، وقالت أن هذا الأمر يمكن أن يمنع في البداية انتشار الفيروس، ويمكن أيضا أن يقوم بحصر الفيروس، لكن قالت إذا لم يوجد تلقيح وانتهت مدة حظر التجول فإن هذا الأمر سوف يؤدي إلى عودة وانتشار الفيروس فيما بعد. قالت الحل معرفة المصابين، إيجادهم وعزلهم. قالت المشكلة صعب جدا، المشكل هو صعب جدا معرفة من هم المصابين، لأن أغلب الناس لا يحسون أصلا بشيء عندما يكونون مصابين ويعيشون حياة طبيعية ويقومون بنقل المرض لعدد كبير من الناس. مثلا إذا عندنا الآن 23 ألف حالة مسجلة في ألمانيا، فهناك آلاف الحالات الغير مسجلة، لأنهم أصلا لا يعرفون بأنهم حاملين للفيروس، لا يظهر عليهم شيء أو تكون عندهم فقط رشحة بسيطة ولا يظنون بأنهم يحملون هذا المرض. الآن سوف نمر إلى الخبر الجد مهم أيضا، هو خبر البحث عن عمل في هذه الفترة بالذات أصدقائي. يوجد عدد كبير من الأصدقاء فقدوا عملهم للأسف. يجب عليكم أن تتسجلوا في مكتب العمل أجنتو في أغبيت أو تتسجلوا في الجوب سنتر وسوف تحصلون على مساعدة، لكن هناك فئة معينة من الإخوة الذين يعيشون في ألمانيا ممنوع عليهم الحصول على مساعدة، أو هناك بعض الأصدقاء إذا توقف عليكم البافوك تسجلوا أيضا في الجوب سنتر، لكن هناك الطلبة الأجانب أو بعض الإخوة أيضا من اللاجئين الذين لا يحصلون على مساعدة كبيرة، يعني يعيشون في على يعني يحصلون على السوسيال، لم يتم حصولهم بعد على الإقامة. هنا يكون صعوبة. عندي لكم بعض المهن المطلوبة للغاية في هذه الفترة. المهنة الأولى هي مهنة كسيغارين ام سوبر ماركت. السوبر ماركت الآن في ألمانيا يبحث على آلاف ومئات من الناس، ويحتاجون إلى عمال وإلى موظفين يعملون بالسوبر ماركت، إما لملء السوبر ماركت بالبضائع أو العمل في الكاسة، العمل في الكاسة وكبائع، وهي مطلوبة جدا وتحتاج إلى عدد كبير من الناس. أيضا محطات الوقود تحتاج إلى أشخاص يعملون أيضا في السوبر ماركت في محطة الوقود بالكاسة، فهي مهنة مطلوبة لكل من يبحث عن عمل. المهم إذا عملتموها انتبهوا لنفسكم، اعملوا دائما قفازات، اطلبوا أن يعملوا لكم شيء آمن. وشكرا لكل من يعمل في السوبر ماركت بهذه الدور
الظروف، لولاكم كان الوضع سيكون أصعب أصدقائي. مهنة رائعة ومهنة جميلة، منها أن نساعد فيها البلد، ومنها للأشخاص الذين يبحثون عن عمل فرصة لكم أن تجدوا عمل بسرعة. أيضا مهنة فليج كرافت، الممرض، الممرضة، مساعد ممرض، مساعد ممرضة، مساعد هنا في المستشفى. العمل الآن في المستشفى أصبح مطلوب، فإذا كانوا رفضوكم من قبل كالعمل في المستشفى، الآن يمكن أن يقبلوكم أو ترغبون بالمساعدة. من يرغب الآن بالمساعدة، وشكرا لكل من يعمل في هذه المهنة النبيلة، هذه فرصة لكم أن تجدوا عملا بالمستشفيات من أجل المساعدة. هناك أيضا مهنة مطلوبة للغاية، ليفيرانت. الآن نعرف بأنه المطاعم تم إغلاقها، لكن يسمح لبعض المطاعم أو لبعض المحلات أن تعمل إرسالية للأكل. إذا عندكم فيغارشاين إجازة سياقة وعندكم سيارة وترغبون وتبحثون عن عمل، هذه فرصتكم للعمل. كثير من المطاعم الآن فتحة، يعني ليست فتحة أبوابها، لكن تستعمل الطلبيات ويحتاجون إلى أشخاص يساعدونهم ويعملون، وهذه فرصة لكم، وشكرا لكل من يعمل في هذا المجال. أيضا مجال كوندندينست، شركات كبرى، مثلا شركات الطيران، شركات السياحية، الشركات كذا، شركات كذا. أصبح الآن الاتصال فقط عبر التليفون، الواحد يتصل بهذه الشركة ويتصل بهذه، أريد أن ألغي سفري، أريد أموالي، أريد كذا، عندي سؤال على هذا الأمر. يعني هناك شركات كثيرة تطلب ناس لكوندندينست، لكن في هذه الحالة سوف يطلبون منكم بطبيعة الحال أن تكون عندكم لغة ألمانية. من عنده لغة ألمانية B2 أو C1 أو هنا أو C2، فرصتكم كبيرة للبحث على مهنة كول سنتر. سأكتب لكم كل شيء أسفل الفيديو بطبيعة الحال. وهناك مهنة أخرى مطلوبة جدا، هي مهنة بيبي سيتا أو أينكوفس هيلفة. البيبي سيتا أصدقائي عاملة مثل طاقس موتا، يعني هناك الآن كثير من الأشخاص والموظفين نشكرهم يعملون ويذهبون إلى العمل إلى آخره، وعندهم أطفال صغار ويرغبون بترك. الآن نعرف بأنه الرود الأطفال، الحضانات أغلقت، فيحتاجون إلى ناس يعملون في هذا المجال وينتبهون إلى أطفالهم. فإذا وجدتم هذه المهنة في مدينتكم أو اتصلتم مثلا بالجوب سنتر أو بالبلدية إلى آخره أو ببعض الجمعيات تبحث على ناس، فأيضا مهنة جميلة خصوصا للنساء اللواتي يرغبن. هذا كله حسب رغبتكم أصدقائي، يعني تقومون بالاهتمام بالأطفال عندما يشتغل الشرطي أو الشرطية، أو عندما تشتغل الممرضة أو الممرض، ينتبه الشخص للأطفال. وأيضا مهنة رائعة هي أينكوفس هيلفن، أن الشخص، هناك جمعيات وأمور تبحث على ناس يذهبون للتسوق من أجل الكبار في السن، يعني كبير في، يعني شخص كبير في السن، او شخص مثلا مريض، او شخص مثلا عنده اعاقة جسدية. نتمنى للجميع السلامة والامان. يحتاجون الى ناس يذهبون ويتسوقون في السوبر ماركت ويحضرون لهم الاغراض الى البيت، وهي ايضا مهنة رائعة ومهنة تطلب عدد كبير من الناس. هذه المهن التي ذكرتها لكم هي مهن مطلوبة للغاية. العالم قبل كورونا لن يبقى هو العالم بعد كورونا. بعض المهن التي وحياتنا إلى آخر، وبعض الأمور التي كانت مهمة قبل هذه الأزمة سوف تختفي أو يمكن أن تنقص، حتى تفكير الناس يمكن أن يسقط بعد كورونا. فإذا كنتم تبحثون عن عمل ومحتاجين إلى عمل، لأنه عليكم فواتير، ترغبون أيضا في هذه الفترة، يمكن أن هذه الفترة تطول فيها الحجر الصحي أو منع التجول، ومن ليس له عمل صراحة سوف يمنع عليه الخروج من البيت. فإذا كنتم تقولون تريدون أن تساعدوا المجتمع شيئا ما، تريدون أن تعملوا، عليكم فواتير، أنتم طلبة أجانب، أنتم كذا، أنتم لاجئين، لا يحق لكم مساعدة، جوب سنتر لا يحق لكم مساعدة من هنا. فهذه مهن جد مهمة أصدقائي، يمكن أن تعملوها. وبالأول والأخير نتمنى السلامة للجميع. بخصوص الموضوع الأول، سوف أراقب كيف سوف تنتهي الأمور، كيف سيكون الأمر، ماذا سوف تقرره السيدة ميركل، أين يمكن أن يفرضوا حظر تجول، أين لن يفرضوا حظرا للتجول،
سوف أعطيكم بطبيعة الحال بفيديو مختصر كل الأمور. نتمنى السلام للجميع، تحياتي لكم، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.